اسمها عبد الرحمن الشرقاوي ولا تلميذ في رابعه طب سنه 1960 لما القصيده الشهيره بتاعته من اب مصري الى الرئيس ترومان قريناها كانت موجوده ومنتشره جدا بيننا كطلبه في هذا الوقت. واعتقد سبب انتشارها ان كان في شويه خلاف ابتدى بين عبد الناصر والامريكان فشجعوا القصيده دي انها تتوسع في الجامعات وفي الحاجات دي. فابتديت اهتم جدا يعني اشوف ايه حكايه عبد الرحمن الشرقاوي ده. بعد كده كبرنا وشفنا عبد الرحمن الشرقاوي نجم كبير رئيس مؤسسه روزان يوسف واللي بيعمل تغيير جامد فيها وجذري. وبعدين جه بقى جانب شخصي مهم جدا ان في اتنين من طلبه الطب اللي هما الدكتور عزة والدكتور احمد الشرقاوي من ولاد الراحل عبد الرحمن الشرقاوي كانوا تلامذه عندنا في القسم وانا طبعا اتعرفت عليهم وعن طريقهم اتعرفت على الوالد وزورته في البيت. فاكر كويس قوي ثلاث مرات قعدت معاه ثلاث مرات ومره عزمني على مسرحيه النسر الاحمر ورحنا سوا المسرح. مجلة الغد دي مسرح انطلاق عبد الرحمن الشرقاوي الفكري والسياسي. بالمناسبة النزوع البحثي الإسلامي الذي طرأ على نزوع عبد الرحمن الشرقاوي فيما بعد بدأ منذ مجلة الغد لأنه له بحث مهم في ذلك. وفي أحد عددها وجه رسالة حادة إلى الدكتور طه حسين، وكان طه حسين كان كاتب مقالة باسمها محنة الأدب فنال ردودا كثيرة جدا اتنشر منها في كتب مقالات الأستاذ عبد المحمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس، ولكن ظلت مقالات عبد الرحمن الشرقاوي موجودة في طي المجلات لم تنشر حتى الآن ونأمل يعني إن احنا ننشرها في القناة.